صباح الخير، بنصبح عليكم جديد بيوم جديد، فقرة رياضية جديدة ونشاط جديد لليوم. أنا اسمي سماء وحكم مدربتكم لليوم. اليوم رح نعمل تمارين عالية الكثافة. طبعا بخلال هاي الربع ساعة في احتمال كتير كبير نحرق ما بين 150 و 250 سعرة حرارية، فحاولوا قد ما بتقدروا تضلكم معنا وتضلكم متابعين حلقتنا. هلا من هون رح نبلش احمامنا، ناخد اجرينا لفوق، نبلش ركض محلنا. اليوم مشاركنا بحلقتنا ساعد وما بتحتاجوا أي أدوات رياضية. اليوم إيدين وإجرين بيتحركوا مع بعض. اللي ما عم بينط معنا اليوم ممكن ضلكم ماشي بمحلكم. ما رح نطول كتير بالإحمام، مش نحاول نستغل الوقت، نستفيد من تماريننا شوي أكثر. هلأ أول تمرين إلنا، نفتح مسافة بين الإجرين بعدين نسكر، اثنين لبرا اثنين لجوا. رح نعمل رح نكرر 10 مرات كل تمرين، بعدين بناخد استراحة صغيرة بناتهم. نرجع ركض محلنا، استراحة صغيرة. نرفع الإجرين لفوق. هلا نفس التمرين اللي شفناه، هلا فتحة بين الإجرين بعدين نسكر، رح نرجع نعيدها ل10 مرات. خلوا الركب شوي متنيين، حاولوا تخلوا كعبكم يلمس الأرض لما تعملوا هذا التمرين. كمان أكمل وحدة زيهم، نفتح أصابع الإجن والركب شوي لبرا، وآخر اثنين، آخر وحدة نرجع ركض محلنا، نرفع إجرينا لفوق، نحرك إيدين وإجرين سوا. هلا خلال الحلقة ممكن تحسوا حالكم بلشتوا تتعبوا، بس حاولوا تحافظوا على تكنيك صحيح ووضعية صحيحة. أنا بضلني أنبهكم على الموضوع. آخر مرة بنشوف هاي الحركة، بعدين رح ننتقل لحركة جديدة. آخر اثنين زيهم، وآخر وحدة نرجع ركض، نرفع إجرينا لفوق. هلا رح نعمل من هون تمرين جديد. نريح إيدينا على خصنا كمان مرة، رح نرجع إجر لورا لانج. لما يرجعوا إجرينا جنب بعض في نطة خفيفة بين الإجرين. رح نمشي بالتمرين شوي أسرع ونعد 10 مرات يمين وشمال. برضو عندكم الخيار ما تنطوا هون إذا مش قادرين، بس بدي الإجن خلفية ترجع لورا ورا كتفكم قد ما بتقدروا. آخر وحدة ناخد بريك، ركض محلنا، نرفع الإجرين لفوق فوق فوق، نحرك إيدين وإجرين سوا. رح نرجع نكرر كمان مرة، ترجع لورا وللنص. آخر اثنين، آخر وحدة نرجع لاستراحتنا. ضلكم تحركوا بين التمارين، ما توقفوا أبدا، حتى إذا بدكم تاخذوا مي أو تعبتوا ضلكم تحركوا، حركوا إجريكم على الأرض. رح نعمل نفس تمرين اللانجز كمان مرة، وآخر مرة إيدين وإجرين بيتحركوا مع بعض. نريح إيدينا على خصنا ونرجع إجر لورا، نطة بالنص، نبدل بين اليمين والشمال، نخلي الظهر مرفوع والوزن متوزع بين الإجر الأمامية والخلفية. آخر اثنين وآخر وحدة نرجع لمحلنا هون. هلا بننتقل لتمرين جديد. اتأكدوا يكون في وسع حواليكم وما في أي إشي حواليكم ممكن توقعوا عليه، لأنه هلا رح نتحرك من اليمين للشمال، نرفع الإجر الخلفية عن الأرض. إيدينا بيتحركوا معنا، ممكن يضلهم تحت هون
أو نرفعهم على مستوى كتافنا. هلأ إذا هذا التمرين صعب، خلوا الإجل خلفية تلمس الأرض، رح نعمل 10 من هدول. آخر واحدة استراحة، صرتوا عارفين إيش بنعمل باستراحتنا، ما بنوقف استراحة وإحنا لسه عم نتحرك وإحنا لسه شغالين. رح نعيد التمرين كمان مرة لهديك الجهة. 10 مرات. آخر 2. ركض هون. هلا رح نعيد نفس هاي الحركة كمان مرة ورح تكون آخر جولة إلنا فيها. فبدي إياكم تحاولوا تكبروا المسافة اللي بتنطوها من يمين للشمال. نثني ركبنا وإجرينا أول ما يلمسوا الأرض. رح نتحرك لهناك. آخر 2 وآخر وحدة خليكم هون. هلأ التمرين جاي بينكم خيارين، للي ما عم بينط معنا اليوم ممكن تعملوا تاب صغير من اليمين للشمال، أو ترفعوا إيديكم لفوق، أو تعملوا جامبينج جاك عادي. هلأ إحنا اللي رح نعمله، رح نعمل جاك وإيدين يطلعوا لقدام، نفس الحركة بالإجرين بس الإيدين رح يختلفوا كل مرة نفتح إجرينا للجنب. حنعمل 10 هون، ديانا نمد ايدينا لفوق فوق فوق لعند السقف كل مرة. اخر مرة بريك صغير. رح نكرر نفس التمرين، بس خذوا بالكم تختاروا الخيار اللي بدكم اياه. يلا نبلش 10 وايدين لقدام. لما يطلعوا ايدينا قدامنا بيرتفعوا على مستوى كتافنا. اخر 2، اخر وحدة ركض محلنا. بدينا نرفع اجرينا لفوق فوق فوق كمان، حلقتنا اليوم فيها كثير حركة. اخر مرة بنعيد الجامبينج جاكس. آخر 2، آخر وحدة خليكم هون، من هون رح ننتقل للي بعده. رح نضلنا نحرك ايدين واجرين مع بعض، ناخذ بس كم من ثانية عشان نلقط نفسنا. نفس كبير من الأنف، نفس عميق لبرا وبطيء. ممتاز، كمان مرة نرفع اجرين شوي اكثر لفوق. اخر 2. هلا حركتنا الجاي رح تتكون من حركتين مع بعض وبنقعد لتحت. ديانا نبدل الاجر اللي بنبلش فيها كل مرة. اذا بتطلع الشمال لقدام اول مرة، اللي بعدها رح تطلع يمين اول. 10 هون. آخر 2، آخر وحدة خليكم معنا هون. رح نعيد نفس التمرين، عندنا كمان جولتين، 10 تكرارات كل مرة. جاهزين؟ رح ناخذ اجل لقدام ونقعد لتحت. كل مرة نبدل الاجل اللي منبلش فيها. شدوا معدتكم لجوا مشان تحموا ظهركم. آخر 2، آخر وحدة على كل جهة. ممتاز، خليكم معي هون عشان نعيدها كمان مرة، وهاي حتكون آخر مرة. يلا
كمان أربعة، ثلاثة على كل جهة، قربنا نخلص كمان اثنين، وآخر وحدة. ممتاز، خلي إجريكم شغالين. Good. هلأ كل ما ضلينا نتحرك باستراحتنا أكتر كل ما استفدنا أكتر واستغلينا الوقت الضيق اللي عنا إياه أكتر. ممتاز، هلأ بعد هاي الجولة رح ننزل على الأرض نعمل تمارين للمعدة ولباقي الجسم. هلا تأكدوا عندكم أرضية مريحة أو فرشة رياضية، رح نحطها على الأرض ورح ننزل لعند الأرض. هلا في عنا خيارات بالنسبة للتمرين الجاي، ممكن نخلي إجرينا ثابتين على الأرض أو نرفعهم، ورح ناخذ إيدينا من اليمين للشمال، وعنا 10 من هذا التكرار هون. آخر اثنين وآخر وحدة، مدوا إجريكم قدامكم، حاولوا تلمسوا أصابع إجريكم. حنضل هون بس أكمل ثانية، نرجع نرفع إجرينا لفوق، رح نلمس إيدينا من اليمين للشمال. حاولوا تقربوا ظهركم من الأرض أكتر، وأهم إشي نشد معدتنا لجوا. آخر أكمل وحدة من اليمين للشمال، اثنين، نفرد إيدينا إجرينا قدامنا، نحاول نلمس أصابع إجرينا بإيدينا. هلأ هون بدي إياكم تحاولوا تخلوا ظهركم مستقيم، خلي نظركم على أصابع إجريكم، نحاول ننزل لتحت لعند إجرينا. رح نعيد تمرين المعدة كمان مرة، وحتكون آخر مرة، بعدين ننتقل لتمرين ثاني. نرفع إجرينا عن الأرض من اليمين للشمال، كمان أربعة يمين وشمال. تذكروا إذا بتتعبوا بتقدروا تريحوا إجريكم على الأرض. ممتاز، هلأ رح نقلب نحط إيدينا على الأرض، نخلي ركبنا على الأرض، أو للمرحلة المتقدمة شوي أو إذا متعودين على تمرين البوش أب بتقدروا ترفعوا ركبكم على الأرض. هلأ كروس عند الكاحل، ورح ننزل لتحت ونطلع لفوق، 10 من هدول لتحت ولفوق. نتنفس طول الوقت، نحافظ على معدة مشدودة. Good. من هون بنريح، نفتح ركبنا، بنخلي شوية مجال لصدرنا ينزل بين ركبنا، نفرد إيدينا على الآخر. رح نطلع لفوق نعيدها كمان مرة، 10 هون. آخر اثنين، آخر وحدة، نريح بس لأكم من ثانية. آخر جولة بوش أبس، نشد معدتنا لجوا، نعد للعشرة مع بعض. هي واحد، آخر اثنين، آخر وحدة، نريح لورا. ممتاز، هلا رح نيجي لوضعية البلانك، نريح كوعنا على الأرض، وكلنا رح نرفع ركبنا لفوق، رح يعد لنا سعد للعشرة بس بطيء. جود، هلا إذا في حواليكم مراي بدي إياكم تتفرجوا على حالكم بالمراي، إذا لا حاولوا تطلعوا على كوعكم تتأكدوا إنهم موجودين تحت كتافكم، وإنه معدتكم مشدودة لجوا على الآخر. شوي شوي رح نريح. هلا يعطيكم ألف عافية، هيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا. حاولوا تعملوا شوية تمارين إطالة بالبيت مشان ما يصير عندكم أي وجع بكرة بعضلاتكم. بنشوفكم بكرة مع حلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. باي باي.